بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة H1Z1. طبعا هذه اللعبة يا إخوان من أفضل الألعاب اللي أنا ألعبها دائما وأنزلها عندي في القناة. طبعا اللعبة هذه لها تكتيك خاص، تفكير خاص، لعب بطريقة استراتيجية خاصة. لازم تكون أنت كيف تعرف تغدر في اللاعبين قبل يغدروا فيك، ونفس الوقت لازم أنك تحمي نفسك وتحمي ظهرك. ففيها نوع من التفكير الحلو صراحة، يعني أنا شيء أستمتع فيه هذا الجيم أو الجيم هذا، إني أحس إني لما أدخله استمتع فيه صراحه بطريقه ما اقدر اوصفها. فكثير منكم الان تابعها وبدا يحملها ويلعب اللعبه هذه من الناس المتابعين عندي في القناه، والناس اللي ما حملوها او انه متردد يحملها انا انصحك انك تجرب، انصحك انك تجرب، غير رايك لو مره وجربها وشوف، باذن الله انك راح تستمتع فيها زي ما احنا كلنا مستمتعين فيها، والناس اللي تابعوا عندي في القناه بدوا فعلا يلعبوها وبدوا يدخلوها. المهم الآن يا أخوان عندنا اللعبة هذه، راح نلعبها بنفس الطور المعتاد، لكن راح أتخذ الآن يا أخوان بعض التغييرات في الطريقة اللي راح ألعبها. يعني الآن لاحظوا الآن الشعار في اليمين، هذا الشعار أنا مصممه، تمام، مسميه باسمي، على كل قتلة بحط الشعار هذا، تمام. فإذا كان برضو انقتلت بحط الشعار الثاني، وإذا قتلت بحط الشعار هذا، وبشوف في النهاية هل أنا فعلا محترف أو أني إنسان غشيم. وبرضو تعطوني آراءكم وأفكاركم، طبعا هذه فكرة من باب التسلية ولتحسين وضع الفيديو، تمام، وبرضو عشان الناس اللي يستصعبوا اللعبة تتغير نظرتهم، وبإذن الله نحن نحاول نشجعكم عشان تلعبوا معنا وندخل مع بعض بإذن الله عز وجل في هذه اللعبة ونتحدى بعض ونشوف من اللي فينا بيفوز بإذن الله عز وجل. فالآن يا أخوان هذا هو باختصار المقدمة، طولت فيها بزيادة. راح نلعب الجيم، إذا جبرت إني أقص من الفيديو راح أقص، وإذا جبرت إني أسرع راح أسرع المناطق اللي تأخذ وقت ما فيها نوع من الاشتباكات، وراح أحرص إن الفيديو يكون كله اشتباكات عشان ندخل جميعا في عالم المتعة. خلاص كفاية مقدمة، راح نبدأ الآن على بركة الله. بسم الله. طيب رسبنا، في مجموعة جنبي على طول تقاتل، شوفوهم، هذا واحد. أنا في السجن هنا أحسن شيء، خليني أرتب أموري وأرتب وضعي وأفكر وبعدين أشوف حل معاكم. طيب إيش فيه؟ طبعا الجميل في الموضوع إنه ما يشوفون، يعني بحرية تامة، يعني أنا أقدر إني أضبط أموري وفي نفس الوقت عندي درع اللي هم بيطلبوا علي فيه. خلونا نشوف ايش هذا، تطلق علي؟ في سنايبر فوق. عموما خلونا الحين نجهز وضعنا ونشوف الامور اللي عندنا. ابغالي سنايبر، ابغالي رشاش اي كي، وبرضه الدفاعات اللي هو الارمر والخوذة الزرقاء هذه، اذا لقيتها بيكون شيء ممتاز. طيب تعال، بداية ما هي مشجعة صراحة. فينك يا الحبيب؟ لا تقول لي هذا السنايبر، بس هذا طلق رشاش يا الله. لا خليك عبرة، تعال. هذا هو شايفينه؟ ايوه اشرد، اعرف مقامك. لا مو وقتك، قلت لك باذن الله لا خليك عبره. طيب وين الدفاعات اللي هنا؟ ولا سنايبر ولا شيء. حلو، في سنايبر فوق المبنى هذاك. في واحد هنا، فين
هذا هو، شوفوا ورا الحجر شايفينه؟ هذا هو. طيب مو شايفني؟ مين كنت تطارد؟ فينه؟ فين الهدف تبعك؟ ايوه في واحد هنا، كأني لمحت حركة هنا. في حركة ولا توهمت يا شباب؟ ها ما في. طيب هنا في واحد. طيب في هنا اثنين، واحد شاتجن. طيب ابغى دفاعات، وش اسوي؟ كل الجهات في معركة، شوفوا لي حل. وين؟ لا والله انتبه لي، مع انه عندي سماعة محيطية سمعت، لكن ما ينفع. خلاص هذه القتلة الأولى، قتلت اثنين ومت مرة. طيب بدينا. أوه المكان هذا حلو، مليان أسلحة ومليان معدات. البداية مشجعة صراحة. طيب طيب كلها كذا يعني، ما في شيء ثاني. وين الاسعافات؟ اعطونا شيء زي الناس. في احد ولا لا؟ طيب ارمر حلو، سنايبر. كملوا جميلكم بسنايبر. سنايبر سنايبر سنايبر. ايوه تعال. شوف 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 هذا كيف يسوق. جوهم ايش هذا؟ يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا 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 شوفوا. لا في واحد هنا. فينك فينك؟ تعال تعال. في واحد يطارد السيارة. تعال شوفوا شوفوا هناك. ابغى اروح له. في واحد ثاني غيره، أنا ما كنت أبغى ذا، بس هذا كان زابن هنا. أيوه اللي أبغاه في المبنى هذا يا شباب. بس الحين سمعني، أكيد بيكون مستعد. والله الشغلة تحتاج مغامرة. في صوت سيارة يمكن يغطي عندي.
ربح. مكان ما يصلح خلاص، هذاك شرد. وين اروح الحين؟ في اثنين في اليسار، المسلحة اللي يشوفني من اليمين هنا خليني اتفاهم معاهم. وينهم؟ والله السنايبر هذا مو صاحب، ينادي كل اللعبة، تعالوا أنا هنا. كل شايفني شوفوه 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 شوفوه، شافني والله، شكله شافني. هذا هو هذا هو، يطلق وينادي. الأخ مسوي عيني ذكي. وش بك، بطلت تطلق؟ لا تسوي من اليوم. اركب اركب وشغل، اركب وشغل، لا تقدر. ايوه ول ول ول، دمي 10، ادنى لطش على طول اموت. الله يشرد. في واحد يلاحقني، في واحد يلاحقني يا شباب، فينك؟ تعال. هذا يلاحقني يا شباب، هذا اللي يطلق الآن كان يلاحقني. فينك؟ فرصتي. شوف هناك في قنبلة سامة، وفي اثنين هنا كانوا يطلقوا على بعض. طيب معناته هنا في واحد، وهنا واحد منهم قتل الثاني. ماشي، دقيقة دقيقة، أبغى أرمر. يا سلام، في معركة هنا في الجهة دي. طيب طيب اتفاهم. وهذا واحد قدامي شافني ولا ايش وضعه؟ الحين رحت فيها، الحين رحت فيها من جد. السنايبر بينبسط.
صدقني ما تقدر تجي، لو جيت انك بتاكلها. مريض هذا ما يقدر يطلق علي. يلا تعال، انت عارف مكاني، ما راح اتحرك حتى يعبي الدم يا شباب. والجابني والله جابني صح. يلا اللي بعده. طيب بسم الله نشوف ايش اللي بيصير. ايش هذا هنا؟ ودفاعات، ابغى اي شيء هنا يا عالم. اما 10 دقائق يعني ايش؟ انا خشيت الجيم متى؟ شوفوا شوفوا، هذا واحد نزل، هذا ولا طالع؟ متى عفشي هذا؟ حلو جبتهم الاثنين. هذا كان بيغدر فيا قسم بالله، يكون في سنايبر في البيت هذا الحين طشني لطشة ما عاد يخليني أتنفس. في سيارة شرطة هنا، إيش السالفة؟ شوفون شوفون في الجبل، والله قتله قتله، شافني؟ لا بس إنه مدمج. معليش هي كذا اللعبة. في طلق فين؟ هذا شوفوه شوفوه فوق، في ارمر في شيء. فين راح؟ وين راح؟ اسمع صوته هنا. اوف شوف وين راح هناك، والله دمجته. ينجلط. بالله ما جندته، احس اني عشت حسبته. الحين شكلي زي الغبي، يجي واحد يطشني من ورا قسم بالله العظيم يضيع كل علومي. خلاص خليه يروح، شفنا تكتيك جديد. ايش هذا؟ طيب بيجي ما في وقت يا احمد. يلا شوفوا شوفوا هناك واقف في واحد هنا، سمعت صوت واحد جنبي، في واحد جنبي، واحد هناك واقف. يا سلام اللي واقف هناك اكلها.
لا ما ابغى استعجل واستخدم السنايبر، بعد شويه من الحلال. طب ارتب وضعي معاك لانه ناوي يغدر يا شباب، فهذا صيده سهله بما انه ناوي يغدر في اللاعبين. الله يستر بس لا يخمني في الاخير. داخل المبنى كيف بالله؟ جبته ولا لا؟ هذا واحد هنا. واحد شافه وواحد شافني، هذاك شافني وشافه. لا ما شافه. خمس دقائق. خلص على بعض. قفل على نفس الباب. قفل على نفس الباب. يلا مين البطل اللي بيخش على الثاني؟ يلا. وين راح؟ وين اختفى؟ شوفوا شوفوا شوفوا. والله العظيم ضيعني الخول. حط رجلك الحين، المنطقة دي خلاص ما عاد تصلح. ايش هذا السلاح؟ لا خلينا على سلاحنا كويس، لا سرني. في واحد يساري؟ نعم في واحد يساري. لوت يا حبيبي براحتك واطلع. يلا لا يجي واحد يغدر فيا الحين. والله العظيم قهر، والله قهر. ماشي بس والله جبت فيهم مجموعة. وين الحين وين؟ شوفوه شوفوا هناك عند السيارة. في واحد يدمج من المبنى، في واحد يدمج من هذا المبنى. قتله. ما قتله. آخذها أنا. أسرق قتله. أخ خربت. الحين سنايبر يشوفني. شوف السيارة شرد. الحين السنايبر. يروح له هذا. دمجت له يا قهر، بياخذ القتله. والله قهر. طيب مين فيهم بيقتل الثاني الحين؟ ما في شيء اشيله. شرد فوق الخول. وين بتشرد يا حبيبي؟ ارقد. حط رجلك من هنا بسرعة. طيب كيف نشوف دحين؟ فينهم؟ شوفوه. ماشي. خذ جوك على الاخر، اطلق براحتك، استمتع. هذا يستهبل ولا من جد يطلق؟ وين رايح؟ ما عندي سنايبر صح؟
الحين بيخش المباني اللي هنا. دقيقة. ان شاء الله بس اخذت من الجيم تختيمة حلوة. ان شاء الله يصير الجيم ممتاز. فين صاحبنا اللي هنا؟ هذا هو. لا تكفى لا تكفى لا تروح. تعال. حلو. 30 ثانية. باقي واحد شفته هناك. فين؟ يجي واحد وراه يغدر. يلا. تعال. في واحد هنا. في واحد هنا. أقول لك في واحد. أوه حشرت. لا 10 ثواني بيني وبينك. اخ. طيب يا شباب شفتوا الجيم؟ اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. ما زبطت معايا والله اني دمجت وباقي له شويه والله العظيم. يعني حتى دمي كان واصل 86 لكن الحمد لله ما زبطت معايا اللعبه في الاخير. اتمنى يكون عجبكم المقطع. شوفوا كم قتلاتي، شوفوا كم مره مت في الجيم. اعطوني ملاحظاتكم اسفل الفيديو. ان شاء الله ان تكون الطريقه هذه ممتازه جدا في الفيديوهات الخاصه ب H1Z1. لا تنسوا يا اخوان دعم القناه من اشتراك ولايك، ولا تنسوا نشر الفيديوهات، وباذن الله ان احنا نحاول ننوع في الالعاب الموجوده عندنا في القناه. بالتوفيق.